يسود التوجس العملية السياسية في العراق مستقبل ضبابي في وقت يستغل الإطار التنسيقي استقالة وبالصدر لملء الفراغ ليعود كتلة أكبر ويشكل الحكومة، لكن الأمر ليس بهذه البساطة على ما يبدو. مصدر برلماني عراقي رجح عقد جلسة طارئة لمجلس النواب الأربعاء المقبل بهدف تأدية اليمين الدستورية للنواب البدلاء عن النواب المستقلين. عضو تحالف قوى الدولة الوطنية سعد اللامي توقع إضافة 44 مقعدا برلمانيا إلى الإطار التنسيقي من مقاعد البدلاء عن الكتلة الصدرية، وهنا تكمن المشكلة. لكن لماذا؟ مصادر سياسية مطلعة كشفت أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رفض التعاطي مع مبادرة قدمها طرفان من داخل الإطار التنسيقي كانت تهدف إلى إقناعه بالعدول عن قرار الانسحاب من العملية السياسية. فالإطار أو أطراف داخله على الأقل لا ترغب في الاستعجال بتشكيل الحكومة الجديدة بعيدا عن الصدر ومن دون تكرار المحاولة معه لإقناعه بالعدول عن قراره بالانسحاب من البرلمان. مشهد سياسي معقد أجبر القوى السياسية انتظار نتائج عملية استبدال نواب الكتلة الصدرية لتبدأ بعدها مشاورات تشكيل الحكومة بشكل جدي. خيارات صعبة تنتظر القوى السياسية، فإما المضي مع الصدر أو إبقاء الوضع على ما هو عليه، لكن الخيار الثاني يصطدم بالتوقيتات الدستورية التي لا تسمح بذلك. إذا اشترك الفاسدون في الانتخابات أنا أيضاً لا أشترك. إلى الآن لم تفلح محاولات حلفاء الصدر وخصومه في ثنيه للعودة عن قراره بمقاطعة العملية السياسية، آخرها مبادرة الإطار التي اصطدمت بعناد الصدر الذي وصفهم ضمنيا بالفاسدين، علاوة على رفضه الدخول معهم في أي حكومة توافقية. شعبكم بحاجة لكم، استمروا مع شعبكم، تواصلوا معه. سامر الكبيسي، العربية، بغداد. ووفق ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط، فإن طرفي المبادرة يشعران بالقلق من حماسة رئيس ائتلاف دولة القانون للحكومة نور المالكي الجديدة، ومن المؤشرات التي يطلقها نوابه بشأن رغبته في العودة إلى السلطة بنفسه أو بمرشح آخر تحت مظلته. وأوضح أيضا أن تيارين سياسيين قررا صياغة مبادرة عاجلة للصدر تطلب منه العدول عن الانسحاب، وتعد بتقديم تنازلات سياسية بشأن مشروعه حول الأغلبية السياسية. مبادرة رفضها المالكي واصفا إياها بأنها محاولة في غير محلها قد تسبب ضياع الفرصة الذهبية التي أتاحها انسحاب الصدر، صيد في الماء العكر يخشاه العراقيون. والله الحال يا أما إعادة انتخابات مرة ثانية أو يجلسون مثل كل مرة يسوون توافق وتنحل المشكلة، وإلا الحل الثالث هو الانهيار الكامل، وهذا يضر كل الأطراف. وطننا تفلش، وطننا تهدم، نريد نبني، نعيد الكهرباء لهذا العالم، نعيد رواتب المستضعفين، نريد نعيد الرواتب مال الموظفين الطلاب هاي اللي تعبت عمرها كله. يا أخي هو الحل بيتهم، هم إذا هم بيناتهم يتعاركون. لا الشعب شو يقول؟ الأزمة إذا ما تنتهي هاي الكتل الأحزاب ما يصير كل حل. لأن يعني هذا الأحزاب مسيطرة على الشعب كله، مسيطرة على الحكومة نفسها، يعني هسه هو المتضرر الوحيد هو المواطن. وحاز الصدر خلال الانتخابات النيابية على 73 مقعدا من أصل 329 في البرلمان، ما عد في حينه ضربة لخصومه الشيعة المدعومين من إيران الذين فقدوا حوالي ثلثي مقاعدهم ورفضوا النتائج. ومنذ ذلك الحين دخل الجانبان في منافسة شديدة على السلطة، حتى في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات متزايدة بما في ذلك أزمة الغذاء الوشيك الناتجة عن الجفاف الشديد والحرب في أوكرانيا. لم يستطع الصدر الذي كان عازما على تشكيل حكومة أغلبية مع حلفائه تستبعد الفصائل الموالية لإيران حشد عدد كاف من المشرعين للحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لانتخاب الرئيس المقبل، وهي خطوة ضرورية قبل تسمية رئيس الوزراء المقبل واختيار مجلس الوزراء. الفشل في ذلك كان بسبب الثلث المعطل الذي استعمله خصومه ولم يؤمن النصاب المطلوب في الجلسات البرلمانية، لتبقى الأوضاع السياسية معلقة والأزمات بالزيادة. تعرف كوطن، وطن هذا بلد الجميع، هاي وحدة. اثنين، تعرف لازم الناس تعرف انه اكو تضحية من قبل السيد ومن قبل القوى السياسية الأخرى،
لازم تكون اكو حل للانسداد السياسي على الوضع هذا. يتجه نحو الهاوية، يتجه نحو الهاوية، لانه كل طرف سياسي متمسك باللي يريده هو، فما طول اكو تشنج وماكو مرونة ما يوصلون لحل. اذا ما نتعاون احنا، اذا نسويها غارة، كل من يغار على منصبه وكل من يغار على حزبه، الوطن نسى. واذا نسى الوطن ترى الحزب ما يفيدني. هم ما ينتفقون هسه، حاليا ما ينتفقون. انا اقول لك تدري ليش؟ يعني هم كل واحد يدور على منصبه، كل واحد يريد منصبه له، شلون يتوافقون؟ اذا واحد يتنازل شويه، يتنازل على مود الشعب.